حتى مهما كانت جال الانستغرام وقمنا نصور سيلفي وما عاد اهتمينا بالمصور، لكن في النهايه اهميه المصور الفوتوغرافي وبالتحديد المصور اللي للتغطيات الرسميه والتغطيات اللي ممكن تشوف انت فيها مصورين ياخذون مكان غير. طيب سالفه التغطيات واشياء كثيره بعد الفاصل راح اقول لكم عليها مع ضيفي محمد الفهيد. خليكم معنا على فضحك وطني، انتبهوا تغيروا المحطه. من هالرطوبة والحر اللي حنا نعيشها ما في أحد ما يقول إن الشرقية حلوة، خصوصا صح إنه شوي رطوبة، والله مو شوي كثير، بس إن شاء الله الأيام الجاية راح تنتهي، لأنه في نهاية شهر يعني حنا متعودين إنه شهر أغسطس يكون شهر كثير حار ورطوبة زايدة، لكن إن شاء الله على الشهر الجاي تكون يعني الجو معتدل، وخصوصا إنه مقبلين إن شاء الله بإذن الله. طبعا إحنا تو ما بدينا الدراسة، فقاعد أقول مقبلين على إجازة عيد الأضحى، فإن شاء الله تكون يعني حلوة، الجو يكون حلو أحلى من إجازة عيد رمضان. طبعا تكلمت وقلت على موضوع التغطية والتصوير الفوتوغرافي وأهميته في توثيق اللحظات الجميلة، وأيضا ممكن تكون توثيق أشياء ممكن احنا نحتاجها كأدلة. يعني احنا ياما شفنا في كثير من الصور اللي غيرت معالم وقضايا كثيرة من العالم، ودرجة انه بس بسببها كانت صورة لحظة حلوة ممكن انت تبتسم لها، وسبب لما تشوف صورة أشياء كثيرة نتكلم معها مع مصور فوتوغرافي كان له صولات وجولات في موضوع التصوير الفوتوغرافي الجمالي والتغطيات. انا راح اركز اليوم على التغطيات، لانه مو كل يا جماعه من مسك الكاميرا وراح مكان قالوا انه هو مصور ممكن يكون مصور محترف. استاذ محمد الفهيد القادم لنا من الاحساء الجميله، واحساء كل اهل احساء اكيد نصبح عليهم بالخير، وصبح عليك استاذ محمد بكل انواع يعني المحبه والسلام والامان باذن الله، حياك الله. اهلا وسهلا بكم مساء الصباح، اكون الف شكر لكم على الاتصالات هذه، الحقيقه اني سعدت كثير بالاتصال اني اكون ضيف عندكم هنا. يعطيك ألف عافية أستاذ محمد. أنا تكلمت قبل أو شلون الطريق وأنت جاي من الحساء، في زحمة ولا عادي؟ والله زحمة 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 كثيرة عشان اليوم بداية الدوامات. صحيح تعرف يعني. طيب أنا تكلمت وقلت على موضوع التغطيات، يعني كاميرا ومصور حق تغطيات، كيف الموضوع هذا؟ يعني مثلا تروح مناسبة كيف أنت تكون يعني زيها لما تكون في جلسات التصوير ولا شيء مختلف؟ لا التغطيات تختلف كثير. التغطيات العام او مهرجانات او اي تغطيه ان كانت، هذه تنقل رساله للفعاليه، كيف اني انقل الرساله هذه بحيث ان المشاهد يستمتع بالصور، بحيث انه يتشوق ان يزور الفعاليه هذه، هذا هنا يجي دور المصور. جميل. والفكره في التقاط الزاويه المناسبه. حلو. والحركه المناسبه. وانا لما اني انشر كيف الصور اللي اختارها المناسبة اللي تناسب الحدث نفسه. جميل. هنا يجي دور المصور في اختيار برضو الصور، بحيث انها تكون الصورة قوية، بحيث انها تكون الصورة صحيح انها صامتة، لكن كيف انها تتكلم الصورة هذه عند المشاهد. جميل. هنا يجي دور المصور في جميع النواحي، في التصوير، في الزاوية، في الاعدادات المناسبة اللي تناسب الإضاءة كمان. حلو. طيب انت قلت شغله مره مهمه، تقول شلون انا اختار الصوره اللي تطلع مع سواء كانت الماده الصحفيه. انتم بالصحيفه انتم من نفسك اللي تختار الصوره، ولا ترسلهم خمس صور من احلى الصور اللي انت سويتها تعبت عليها وهم يختارون على حسب الماده؟ لا لا اكيد اني انا اللي بختار، لانه الصور هذه تمثل المصور. سواء كانت الصور عرض في صحيفه او عرض في منتدى او في موقع خاص. لأن الصور هذه أكيد أن أول ما توضع الصورة يضع عليها اسم المصور. المصور لما أو المشاهد عفوا لما بيشاهد الصورة هذه أول ما يتكلم بيه المصور. طيب خلينا نرجع لموضوع متى كانت بدايتك أنت تجاه التصوير الفوتوغرافي، ونشوف كيف أنت بتضبط هذه الهواية اللي أنت اخترتها من بين الهوايات. كانت البدايات لي كانت في تصوير الفيديو. الفيديو والمونتاج. كثير من الزملاء انصحوني اني ادخل في مجال التصوير الفوتوغرافي، طبعا ما كان عندي رغبه اني ادخل في مجال التصوير الفوتوغرافي. ليش؟ كانت اول تغطيه لكنت مختص في تصوير الفيديو والمونتاج. اه اوكي. لكن في اول تجربه دخلت فيها التصوير الفوتوغرافي كانت تغطيه لمهرجان الخيول العربيه الاصيله. حلو. في التغطيه هذه نشرت جميع الصور على اكثر من منتدى. في اليوم الثاني الكثير قام يشوف الصور اللي انا نشرتها على المنتديات، والكل تفاجأ يعني لما كل شخص يجي في المهرجان يتكلم يقول الله يجزاك خير، لانك ما كنا نرجع المهرجان الا بعد ما شفنا الصور.
انا تفاجات من ان التغطيه والرساله الفوتوغرافيه اقوى نشر للفيديو. حلو. للفيديو كان هي اي عام انا بس ما اكتبه منتدى شكله مبطي برضه. اي مبطي كثير. فانا مستغربه خلاص العالم ما تقول منتدى عشان كذا. قبل ادخل مجال الصحف الالكترونيه وقبل اني افتح لي موقع خاص وقبل كنت انتن حق بعض المنتديات. تمام. وكان النشر فيها قوي ومشاركتي فيها قويه. ما من بعد تصوير تقنيه الجمال الخيول العربيه الاصيله فحبيت اني ادخل مجال التقطير. فشاركت كثير التقطير العامه في جميع التقطير سواء كانت رياضيه او مناسبات وطنيه او مناسبات ندوات إسلامية. جميع التغطيات الحمد لله رب العالمين شارك فيها وكل تغطية تنشر لي الحمد لله رب العالمين يعني ألاقي الصدى من قبل الجمهور الذي يتابع التغطية. طيب حلو. أنت قاعد تتكلم على طول منصور ما شاء الله عليه قاعد يحط لنا الصور يعني أنت أبرز الصور اللي أنت صورتها واللي مرة يعني اخترتها أنت بعناية أنك تفتخر فيها. طبعا كل صورك أكيد أنك تحبها وتفتخر فيها. ما ادري بنعلق على هذه الصوره استاذ محمد. هذه صوره لبرج خليفه في دبي. كانت الصوره التقطت هذه كانت لي مشاركه في تغطيه ملتقى السياحي العالمي. حلو. تغطيه يعني. انا كنت من ضمن المشاركين بالتغطيه هذه. جميل. واثناء ما خلصنا اللي هو التغطيه هذه بديت اني اخذ جوله على دبي والمناظر الجميله اللي فيها ومن ضمنها الصوره هذه. حلو. طبعا صوره كثيره. طيب. وهذه من ضمن الصور اللي التقطتها. وهذه الصورة كانت لي مشاركة لمهرجان اللي كان في رمضان اللي هو دورة رمضانية؟ لا لا أو الشباب. شبابنا ويانا؟ أيوة زي كذا. فحبيت إني أبرز الصور أو التغطيات اللي أنا شاركت فيها. وطبعا هذه مدرسة الأميرية. أيوة صح. شكلها يعني الالتقاط غريبة. الالتقاط هذه أنا أخذتها من تحت خليت الكاميرا تكون أرضي زين. طبعا في علاسة خاصة لها هذه. هذا القرقعان. وهذا القرقعان برضه. صح؟ أيوه. إذا طافت ولا قبلها؟ لا السنة هذه. إي جميل. السنة هذه. وهذه؟ وهذا عن نخيل الأحساء. هذا من ضمن الصور هذه اللي عرضت في أحد المواقع العالمية طبعا. جميل جميل. وهذه تغطية رياضية. أيوة رياضية. مباراة الهلال والنصر. حلو. كأس ولي العهد طبعا. نعم. جميل. يعني تختلف التغطيات لما تكون رياضية لما تكون سياحية لما أكيد تدخل وأنت في معنويات ثانية. لأن تغطية رياضية لها علاسة خاصة. تختلف عن العلاسات اللي موجودة عندنا هنا. لما أني أنا ألتقط صورة عن المناظر الطبيعية يكون لها علاسة برضو خاصة. لما اني انا بصور مثلا احد الطيور هم بتكون لها علاسة خاصة. وجميع المجالات هذه ولله الحمد يعني خضت التجربة فيها بالحمد لله يعني واخذت فيها السمعة الطيبة اثناء كل من يشاهد اعمالي فيها. حلو. نشوف الصورة هذه. منصور يقول حب الصورة هذه. هذه الصورة القصرية عندنا بالأحساء. قصرية. ايوه التقطت الصورة هذه. اي لا التقطت الصورة بعد صلاة الفجر مباشرة. وكان عندنا جو ممطر فالشوارع يعني امتلت من الموية فصار انعكاس لها جميل. جميل. وهذه برضو عند خيل الأحساء. بالشروق ولا بالغروب؟ لا هذه بالغروب. بس رائعة الصورة. الصورة طبعا المصور يختار الوقت المناسب متى يلتقط الصورة فيها. ويفضل يكون التصوير ما بين الشروق او الغروب. عندنا احنا في المنطقه الشرقيه مع الحراره يفضل التصوير في الشتاء. في الشتاء تكون الالوان بارده جميله فيها. يعني حتى الحراره ممكن تغير الالوان. اي الحراره خلاص تعدم اللي هو التصوير ويكون في وقت للتصوير حق الطبيعه يكون ما بين الساعه 6 الى الساعه 9 الصباح 10 اذا كان في الصيف خلاص. ما يكون التصوير او الصوره ما تطلع بالتفاصيل الالوان المطلوبه للمصور. صدق معلومه جديده من جد يعني انا يعني ما كنت اعرف ان الموضوع يتغير بالطقس. لا هذه واضحه دي. على كذا يبي لكم تشوفوا درجه حراره. طيب انا اشوف معاك محمد
كاميرا. بس قبل احنا لما نتكلم عن الكاميرا والمحتويات اللي تحتويها، انت قلت انك اخذت السمعه الطيبه، اكيد انك دخلت لمسابقات وفزت في عدد من المسابقات، او حتى مجرد ان انت احد يقول لك الصوره هذه مره عجبتني، مره انا حبيتها، معناته انت اخذت اشاده من نوع من الناس. ما فكرت انك تلتحق بدورات تدريبيه بغض النظر عن اذا انت موهوب وانت عندك معلومات كثيره عن التصوير؟ لا، فتحت مجال التصوير، انا ما دخلت دورات تدريبيه، كل هذا جهد عن الشخص من عندي انا. طيب انا اتعلم الخطا بعدين اعرف الصح. طبعا في ما يغنيك يا محمد انك ما تدخل دورات تدريبيه، في من اللي يوجهني على الامور هذه. أوكي. طبعا عندي الاستاذ محمد المهنا، هو اول من اصور التصوير الفوتوغرافي. طبعا كانت هذه في بداياتي، اعطيه اللي هو الصور قبل ما تنزلها المنتدى، قبل لا انزلها، هذا كان في البدايه، ويعطيني بعض النقد الهادف، اقوم انا اصلح، ارجع للمكان نفسه واصور بحسب توجيهاته، وارسل له الصوره، يقول خلاص اوكي. بديت اني اتدرج على ايش الكلام اللي انا سمعته. اول اني ادخل على المجال اللي هو اليوتيوب، لو اني تهت في بعض الامور، طبعا اليوتيوب ما شاء الله تبارك الله صار مدرس داخل البيت. من جد اكتب الجمله اللي انا ابغاها زين، وادرس تفاصيلها، ومن بعد ذلك خاصة المكان اللي انا ابغى اصور بحسب المعلومه اللي انا اخذتها. حلو. طيب المصور المحترف لما يكون موظف، موظف كمصور، احنا زي ما نشوف المصورين صاحبين، في منهم اللي يكونوا موظفين، منهم اللي يكونوا متعاونين، انت تشوف انك انت وظيفتك لما تكون كمصور تقفل التصوير؟ طبعا هذا الكلام ما يشمل زملاء المصورين الموجودين في الاستوديو. الوظيفة ممكن هي تصير حاجز بيني وبين التصوير، بحكم ايش؟ بحكم العمل اللي انا اتوجد فيه. انا لما اني يصير عندي مناسبة زين، وهالمناسبة هذه لازم اني اكون متواجد فيها انا، وارجع الى مديري، او اني ارجع الى وظيفتي زين، وراح منعني من الشغله هذه، لا اصبح اني انا محبط. لكن مديري ولله الحمد يعني شخصيه متفاهمه ومتعاون، واوجه له كل الشكر والتقدير، الاستاذ محمد العمير، على ترحيبه وسعه صدره للجميع، مش لمحمد الفيدي، طاقم الاداري في المدرسه. حلو انك انت يعني انت مدرس. لا انا اداري. اداري يعني اليوم اول دوامات عندكم؟ اليوم اول دوام، وفي الحقيقه يوم اني حبيت اني اسعد من عنده، وانا والله محرج، لكن ما شاء الله تبارك الله. لا بس هو بس يشوفك اليوم في البرنامج بيكون مبسوط. اصلا ما شاء الله تبارك الله، اول ما طرحت الفكره اني لقاه هنا قال لي روح لا تاخر عليهم. الله يسعد. عموما وان شاء الله نتمنى ان شاء الله يوم دوام يكون حلو وخفيف، والاسبوع الجاي يكون تجهيزاتكم للطلاب ويعني تكون رسالات جميله. ابي اشوف الكاميرا، طبعا بيمديك تجيبها من الطاوله. طبعا احنا دائما نشوف الكاميرا بس ما ندري وش محتوياتها. في عندنا الكاميرا بعد العدسات اللي تختلف فيها. أيوة. اذا كانت عدسه ملاعب واذا كانت عدسه تصوير، كلمنا عن محتويات الكاميرا. هذه افضل العدسات اللي انا استخدمها في تصوير التغطيات. العدسه هذه زين، طبعا معروف عنها هذه اسمها 70-200، لان تستخدم زوم. انا لما والهدف منها لما نكون بعض الشخصيات المهمه، مستحيل اني انا اكون قريب من عندهم، اكون بعيد بحكم اللي هو المنطقه المسموحه لي اثناء التصوير. ايوه خلاص استخدم العدسه هذه. جميل. هذه تعطيني المسافه البعيده، بحيث ان تكون الصور فيها من افضل الصور، وتكون جودتها جميله. وهم اني استخدمها برضو حق تصوير الطيور برضو. اللي تكون طايره بالسماء ولا اللي عندك جماديه كجماديه الصقر يكون؟ ايوه كجماديه. أيوة. وتكون بعد هم مهمه لما اني اصور بورتير، هذا بورتيريه زين، هذا بعد هم مهمه جدا. طبعا في عدسه خاصه حق البورتيريه، لكن هذه تؤدي الغرض نفسي اذا كنت انا في مهرجان. حلو. العدسه هذه عندك ثانيه. ايوه العدسه هذه برضو هذه مهمة اني اغطي رصيل المهرجان، اذا كان صورة جماعية حبيت اني انقل مساحة للمكان برضو بالعدسة هذه. فيها اكثر من عدسة عندي استخدمها في المهرجان. انا لما اني اتواجد في المهرجان اشيل معي كاميرتين
وما يقارب عن 5 عدسات. عشان ايش؟ علشان اني اقفل الحدث كامل. اشوف المصورين يكون معاهم شنط. ايوه شوي يغير العدسه. جميل الحمد لله، يعني اكثر من مناسبه واكثر من تغطيه اللي انت وجدت فيها، الكثير من الردود اللي تجيني في الموقع تكون اكثر رد يجيني يقول تعيشتنا كاننا احنا في قلب الحدث. حلو. وانا لما اني اقرا الجمله هذه من الردود اسعد بذلك، لاني نقلت رساله احسائيه لمن هو بعيد عن الاحساء. الله. وهذا وهدفي الوحيد انا اني انقل الرساله هذه، اني انقل رساله سواء كانت مهرجانات رياضيه او مهرجان مناسبه لحد مثلا اسواق مهرجان تسوق او من المهرجانات المختلفه اللي تقام بالاحساء عندنا، هدفي الوحيد اني انقل الرساله هذه لمن هو بعيد عن الاحساء. لان كثير ما يقدر نجي من خلال هذا توثيقي لهذه الفعاليه. اصبحت اني انا انقلت رساله، لانه اسعد لما الاقي ردود حيث ان اسمع الرد هذا يجيني يقول كاننا عشنا في قلب الحدث. جميل. انا مره يعني جد مبسوطه كثير بكلامك محمد، بصوت يعني زي اللي مثلي عشاق للاحساء، بس للاسف انه ما يعني تقريبا صار لي سنه ما جت الحساء، فان شاء الله يكون لي زياره قريبه لهم. وحلو كثير لما اشوف الكاميرا، لما اشوف اللقطات تكون عن النخل، انا بعد كثير احب النخل، احب اشوف الطبيعه، فهذا شيء مره جميل. طيب محمد، احنا انت تكلمت عن موقعك يمكن، وانت قاعد تتكلم عن موقعك اللي صارك عنده تحديث جديد، ابي اتكلم عن الموقع واهميته انه يكون المصور موقع خاص فيه. اي اكيد، موقعي هذا فيه جميع اعمالي التصويريه، سواء كانت تصوير رياضي او تصوير تغطيات عامه او تصوير مناسبات او تصوير عن الطيور او تصوير عن مناظر الاحساء او تقارير مصوره عن التراث الاحسائي. طبعا الاقسام كثيره، وابرز الشغلات اللي انا انتمي لها من خلال الموقع هذه هي التغطيات العامه او التغطيات الرياضيه، لان هذا مجالي، هذا اللي انا اسعد فيه لما اني اتواجد فيه. التصوير الطبيعي حبيت اني ادخل في مجال التصوير الطبيعي من خلال الصور اللي انا اشاهدها للطبيعه. دخلت في مجال التصوير الطبيعي بعد صارت لها خاصه. والحمد لله يعني اخذت الصدى الجميل من خلال اي صوره التقطها من خلال تصوير الطبيعه او تغطيات او جميع اي ما يناسب التصوير الفوتوغرافي. حلو. طيب هالشيء الحمد لله. طيب انت في صحيفه الاحساء انت متواجد فيها كمصور صحفي؟ صحيفه الاحساء والله. جميل. ايوه. كلمنا عن شغلك انت، لما يكون شغل الكتروني غير لما يكون شغل صحفي. انت قد سبق لك تعامل مع جريده ورقيه؟ لا جريده ورقيه لا، لكني اتعامل من خلال الصور اللي انا اصورها. في بعض المصورين ممكن يصير ظرف ما يتواصل الى يكلمني تلفونيا يقول لي استاذ محمد انا اقام لك كم صور بحيث اني والله عندي ظروف ما اقدر اني اطلع. اقول ما عندك اي مشكله. تنزل باسمك ولا باسمه؟ لا باسمه هو، كمتعاون معه. كمتعاون معه. يسمونه غش ذا ولا عادي؟ والله وضع البراشيم يعني. لا هي كتعاون بيني وبين زميل لي من خلال انا برضو لو كان عندي ضغط طارئ من خلال الشغله هذه خلاص اني اكون انا اقدم له الشغله اللي هو يبيها او اني اخذ الشغله اللي انا ابيها. جميل. طيب من الاشخاص اللي وقفوا مع محمد الكات اللي ما وصل له اليوم؟ طبعا اول شخصيه اللي عمري ما انساها الاستاذ يوسف بن جاسر التركي، طبعا هذا مديري الاسواق، هو من اكتشف محمد الفيل في مجال التوثيق، ما نسميه التوثيق الاعلامي لكن نسميه توثيق النشاط المدرسي. من خلال تواجده في حياتي اصبح محمد الفيد متواجد الان في القناه الرياضيه الثانيه. ما شاء الله. اكيد. ومن خلال التصوير الفوتوغرافي طبعا ما انسى جهود وقفه الاستاذ محمد المهنا معي من خلال اي استشاره اطلب منه. وطبعا التصوير الفوتوغرافي او الفيديو اكيد انه يحتاج له جهاز كمبيوتر. وهم ما انسى وقفه الاستاذ عبد الرحمن التلم في توجيهاته للكمبيوتر من خلال اي سؤال، طبعا كل هالكلام كان في بداياتي، اي سؤال اوجه له من خلال مجال الكمبيوتر ولله الحمد ما اذكر من الاشخاص الثلاثه اللي ذكرتهم دخل معي باي سؤال.
وحنا نشكرك يا محمد ونتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله في الايام الجايه وفي التغطيات الجايه. على فكره احنا طمعانين بصوره بعد ما تخلص البرنامج طبعا. اكيد يعطيك العافيه محمد. الله يبارك فيك. على راسنا ووصل تحياتنا لكل اهلنا في الحسا. الله يبارك فيكم ويوصل ان شاء الله. والف شكر لكم والف شكر لكل المتواجدين في الاستديو. يعطيك الف الله يبارك فيكم. إذا مشاهدينا مع فقرة التصوير الفوتوغرافي تكون نهاية حلقتنا له اليوم اللي نتمنى أنها تكون اليوم أمتعتكم وانبسطتوا. يمكن دائما الأوقات السعيدة تمر بسرعة. يمكن محمد ذكر عدد من الناس اللي شكرهم، أنا أكيد لازم إني أشكر اللي دائما يهتم بإطلالتي المصمم نادر الفارس من محلات ملفع وعباية بمدينة الخبر، وأكيد لازم أشكر كل طاقم العمل اللي متواجدين وياي في الأستوديو، شباب المصورين وحتى شباب في الكنترول، وأكيد لكم أنتم على أنكم استحملتوني لهاليوم. إن شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله راح ألقاكم على خير وراح أشتاق لكم كثير. انتظرون إن شاء الله يوم الأربعاء. إلى ذلك الحين لكم مني أجمل وأرق وأحلى التحايا وأكيد في أمان الله.